بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثمثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذي المجلس وثلاثة ذي الحلقة العلمية الدعوية اسمس لوقام أسنت البوسان غالعلون البوسة الإصلاح. مدام نظرة باللي الدونيث والزيلث ولا مغزف الدونيث والزيلث ولا مغزف إلا الفيلسوف شو سينا إنيس الدنيا أقصر من أن نقصرها نتسث والزيلث وليس نرنو أتنزيوزل أكثر ذا شو تاع 20 سنة 70 سنة 90 سنة ذيني قرني مغارنا كيني سيدنا نوح عمر الدعوة 950 سنة كي عمر الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما خطر مدام أما كنا هضرتي كنتني عدان باللي الزمن من خصائصه السرعة يعني سريع الانقضاء سريع الزوال لا يقبل التخزين ولا شواثي فرنديت خزانت أرنوياس لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يرهن ولا شواثي يغن ولا شواثي الزنزن ولا شواثي دي ورثن ولا شواثي ورثن ولا شواثي رهنا تيجي كلها من خصائص الزمن مدى منظرة الوقت تسزال الوقت تذرث النغ ذو العمر النغ إيلاقا فارس تذرث النغ ذو قاشو ذي الصلاح ربي ذي القرآن الكريم اسمه يصلح العمل الصالح مثلا في سورة الكهف الآية ثنجاروث الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أوين تراجون لمقابل ربي على ذي المؤمنين فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والله يثمثن لا ييجي ثنجرغ دافريذ ثنجرد أفريذ السلاح لا في دروت خارطة الطريق واضحة فالإيمان ضروري خطر ماش ذي شون الفايدة تذرث بلا الإيمان ما ليوني مث والعياذ بالله ماشي مؤمن ماشي ذي نسلم يتشاي سوا يتسيم غور يموث أما كنسينا والنازي كنا سوا ما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام وإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام مسكين يلخصد الحياة ذايا ذايا تقيل حياة تقيل خلاصة الحياة أرورس وما الدنيا نصرى جغدين شو الدنيا ثاقي أصيدي السفام أشي قر إلا طعام وشراب ومنام أرنو ياس صفور الرياضة أصيدي أرنو ياس حوس لفحر من بعد وإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام الرئيس دواي الله مشي سينا إن ياس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان إلى أن يقول إنس وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان أما رزق أما السعد أما رزق بين طفن ذي ربي فإنه الركن إن خانتك أركان ابن عطاء الله السكندري فلس يعفو ربي إند من وجد الله فماذا فقد وين يفن ربي غير ثماس غير جهايس في فيسيس ولاش ذا شو سي روحا يعني مرزقيس وين نفر ربي ذا شو سدي قران ذا شو أتسل فاشو في ذريميك ثمسنييك ذروميك العرشيك ذا شو لعقليك ثمسنييك من اعتمد على الناس مل
من اعتمد على الناس مل، من اعتمد على ماله قل، من اعتمد على عقله ضل، إلى آخره. ولكن من اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا زل ولا ضل. يعني مضمون ذيني مسينا ابن عطاء الله سكندري، من وجد الله فماذا فقد. ثورة أدنو غلغ الآية ربي سبحانه مدينا، فمن كان يرجو لقاء ربه. إذن ذي المؤمن، والإيمان أعظم مشروع في الحياة. ثورة لي جون سعمل بروجي تخمض مشروع، يون المشروع يربح ويض يخسر ويض نورمال، ولكن لا يون المشروع إلى قن ربح وكذيس أوها ربي. ذا شوث مشروع الإيمان بمعنى، وإلى قارن في كسافوس وإلى قارن في الرطذيس إلى قنامن. وذا الإيمان إن غواها ربي أذن نرني أسنف كيفات دم أثن فورتي في أي غردين ربي القرآن. يا أيها الذين آمنوا المؤمنين آمنوا بالله ورسوله، أغدي قار المؤمنين أرنث ذي الإيمان سنرنث الإيمان نون أين كي سنرنين الإيمان خدمت. أما ذي الصلاح ما كذننا لعب سيم يخدم الصلاح سيم الإيمان ينسي سنرني ذي العبادات تصلي في رمضان ذي الزكاة العشر إلى آخره. أما ذين النظم مساعدة الفقراء المساكين إمغفان إموضان ثجال إوجيلا وكذاكية وكذا، كلها أعمال صالحة ربي سميس للصلاح العمل الصالح. إذن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو المعيار. المعيار هو الصلاح، يعني ضد الفساد. يعني في نادم وإلى قارة أذي استخدم أذي خدم آين يفسدن آين يخسرن. طيب معلش، إذن فليعمل عملا صالحا، لم يبين القرآن طبيعة العمل الصالح. بقي سؤال مهم، هل طار القرآن يدخل مثاكين خمثاكين؟ خاطئ. اسم يصل صلاح، وهذا الأمر تكرر في آيات كثيرة. مثلا في والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا كمل وعملوا الصالحات. مقد كان يثمثن دائما مديفذر ربي سبحانه الإيمان أذي شد غرس العمل الصالح. المعنى لا يكفي الإيمان في قرأ يمكن ذي المؤمن ذي المؤمن وخلاص تخصي سوى فظلي ثكذا رمضان وكذا عشر وكذا الحج. ممكن الإنسان يقول هذا الكلام شيني ما يخصني والو، أنا مؤمن قلبي طاهر تخصني غير الصلاة الزكاة العشر ثلاثة عشر ورمضان وكذا الحج لمن استطاع إليه سبيلا. لا اسمت شيك خطر الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أربي دي قرية أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دين سلم حديث ابن عمر بني الإسلام على خمسة تركيزين من الإسلام، لا إله إلا محمد رسول الله فظلي العشر الزكاة أرنو يسل رمضان بعد الحج يونسي زمر وهكذا. ولكن في قمارة كان دا العبادات فقي قرنس العبادات القاصرة النفع. ما معنى النفع قاصرة النفع؟ معنى تنفع صاحبها. ثريون يوزم ثا عشر يقبل ربي يسعى لجر نسا يوزم تاسوعة وعشرة ويضسير نذغ ويسحداش كل يونين ويزمر ويوزم عرفات فضل عن شهر رمضان سنفع ظيما كيف ندم هذه قبل ربي ذي نقلها. الصلاة كيف كيف، ولكن لانت العبادات ينفعن وياض ينفعن وياض. من هنا أنفهم باللي العمل الصالح غير محدد،
كل الميسر لما خلق له الا نشرك مذانا حمل الذي عاون كان مغفان وقيد الشغل ان ديلو مغفون يو يبضيف وياض ذي الميثين ميكوني موثن اذ يزل واذ يحضر واذ يغيز واذ يعوز واذ يسير يخم كلش بلك الشيء نغكيني جامي نسر ذي الميثين ياك بلك الشيء نغكيني من حضرارة ميلا وياض يولهيثن ربي غير الشغلاكين باش الخدمه يصلحا تتكامل لان وياض ان دايسلا سوجيل اثياوض الا وان دا ويض ان دا ظنت الاحداث ام الاحداث اللي قدرت ولي مستاقي شعلن اما كاد نهضر قوا ولا مزوارو يوض هذه روح هذه السنستي مس وهذه وامان وهذه قضو وهذه الزل وهذه رفدي مجرح كل ميسر لما خلق له كليون أندثي والله ربي سبحانه. ما هو العنصر الجامع الإطار الجامع؟ هو العمل الصالح اسمس الصلاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقيم كل الصحابة ياسن أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ما يعنيش باللي وياض الصحابة وسعينا راه الرحمة تقول ونسن لا سعى صفة بارزة وأشدهم في أمر الله وفي دين الله عمر عمر الفاروق وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بالفرائض علم الفرائض زيد إلى أن يقول ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح سورة المسفامة يثمثن العمل الصالح وسيدي حد دار ربي سبحانه كليون أندثي ولها ربي سبحانه ولاجر ذنسيغ دي وعذن يناد في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الآية سلمس من سورة التوبة ثورة مسألة أخرى مهمة ذا شو ثنت شروط نجاح العمل الصالح يا أخي نبغى يكون نجاح سمحتي ولي يخدم تجارة يبغى يربح ولي يخدم فلاح يزرعي تيكرزي تيتراجو الغلة وين يغران يتراجا يربح وين يلعب ندير الصطاد يتراجا يربح هذه ولا كوب النجاح في كل مجالات ولكن ننتبه النجاح في الدنيا له منغصات شو المعنى بوال الربح الدنيف يلا ذا شاثي سلوغن اما ناقيس ديف لو كان داوود شوط بوكال دين ظيلوغ ولا ما تامنت يثير داكي نغذيغي جمس السمي ضمان هل يسمى هذا ما ذي الفقه الماء المطلق هو هذا ما يجوز أن يطلق عليه هذا الوصف ماء بلا قيد ولا إضافة وقي صالح يصلح تسوض تكسر الشياط يصلح الوضوء يصلح الزمورث صالح لكل شيء أشهد دين ربي في سورة الفرقان الآية 48 وأنزلنا من السماء ماء طهورا في سورة أشهد ونزلنا من السماء ماء مباركا أمان ولا تقول أمان 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 في سورة الأنبياء الآية 30 إن وجعلنا من الماء كل شيء حي الآية 30 قبلها أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أي ركز غفتاقي أولا هي نعمة من النعم نعم من سيدي ربي ولكن حاجة النظام نيش مد حاجة داخل أذلغ ومان النجاح ذي الدونيث ذا شو ثي سلوغن
إلا ذا شو ذي سلوغان مثلا أذي لي يونث التاجر يربح 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 ألمي ذا سني يخدم مشروع يخسر مليارا يخسر إذ غادي تقلق إذ غادي إيه ماشي ذي الجنثيث الليض أقلك ذي الدونيث ثقي منغص من المنغصات في كل ذي يخدم الحسابيس باش هذا يربح مليار يربح كان 500 مليون ذا غاثي غاض الحال أشيني ميمي ماشي يكا إنك خدمة ميكالكويل خدمة الدراسينو خدمة خدمة كلش أين قد خدمة خدمة ذاين إش تفغيض ربي يفغى ذا الفغين ربي قعدان إش تفغيض ربي يفغى ذا الفغين ربي قعدان أي نقار مرحبا ستيك الشر ربي مرحبا ستيك الشر ربي أي غير الذي الإيمان تركيست سي تركيزين الإيمان بالقضاء والقدر خطر ميليون نسعي كل إيمان نؤمن ربي سي الملائكة سي الأنبياء نؤمن كل شيء الإيمان بالقضاء والقدر ذين الامتحان مقارنة دين أما كنت نزور ولا في نظران ذي ثمور ثناغ ذي خير الولايات هذين قريحان ذين قسيحان ذي الموت بقصارة ثلوغاك الدوني ثاك إيه هذا هو نمتحن بالقضاء والقدر الله يرحم الشافعي الشافعي إذا حدث بوال زر ما حدث بوال استقذيليثنا واستعرافنا المهم إذا حدث بوال إناس من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب إن شاء الله أردونوزا سقسان تويناس الصيغ والصيغ التفضيل واجب صيغة التفضيل أوجب صعب أصعب في الدور إذ غي جاوب ثني ذا سفرو ذا لوردونونس وصفة طبية علاجية إناس من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب ذا الواجب فلاد ما ذي ثوب ولكن خير يخدم على الذنوب والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب الغفلة ذي نثوار الحال ما نغفل نتسوب اللي الدوني ثقي السعادة شو تسلوغا وغفلة الناس عنه أعجب ذلك ربي في سورة الأعراف الآية 205 إنه ولا تكن من الغافلين وتسيليرا سي الغافلين ودينارا وتسيليرا سكو قادي تسون خاطر يزمر ساقيون يوزان بعد يسوى امان يغلط عادي هذه كم رمضان يسوفرت خطا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه يزمر ذي الظليث الطهور تسعه اربعه هذه الظل خمسه يتسو اتيرقع سجود انت الثوث كل شيء عادي سامي رب دين إن واذكر ربك إذا نسيت ماذا يعني عن الغفلة دقر ولا تكن من الغافلين هذا نمسفهم من بعد مشي سينا في الأخير إن يسوى الصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب أدقر بشة صفر ذي المصيبة يوعار إقوعر نكثر مور الصبر ضارة المصيبة ضارة لا جر روحك ولا جر ما تشيل شويطة ند الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ميلي روحك لا جر مقران ساقيد الخسارة ثم قران إن شاء الله أوري غير روح لا جر إذن الشرطة مزوالو ذوا أنظر باللي الدونيث تسعى المفاجآت شرط وسين أن خدم ثزمر ثنغ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نتخذ الأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب تجي القاعدة أن خدم الواجب النغ ونتخلف ربي سبحانه أما كنت الدنيا فيك التنية عدان أمذان أفلاح يزرعيتي كرزيت فقط إلا وان دثوا عامة فلاح السمغيتيد أسيني ثمزين
أدمغي مثل خاطي ماشي ذا فلاح دي السمغين ذا ربي دي السمغين أفلاح أذي زرع أذي خرز أذي يرجو ربي ربي مدي سرحي الخير لهوا أدمغي النعمة أذي يغلو فلاح ذاغ أذي روح أذي مجر أذي مجر وأذي السلوث إلى آخره. وهكذا الأمور المطلوب اتخاذ الأسباب راحة للضمير. أتفضيون التاجر كيني خذ مغثز مرثيو لارزق القفوس الربي تفرى أرشاقين غيق قارن أكيني نغرى نخذم ثز مرث النغ أتنجى ربي. وهذه مسألة مهمة نتوكل على الله بعد اتخاذنا للأسباب. إذن أنخدم تزمر في النغ في ثلاثة نتقن العمل بقدر الإمكان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. خدم الخدمة إلهان لو كان داوي ذا بلومبي سمحيي أشي خدم الشغال دي قخام إما لن سيفغى تقن ومان أشو الشغل أجيه أداوي ذا مصوص أذي فنو الحظ يعوج أداوي ذا انتريسيتي هذا وضعي يقول لك خما كليماتيزور مادا ما قال سخانة يحمل حال هذه تسكي الحمان هذه سوى الحمانين برس هذه تسكي شمر داخل سوى شو الخدمة يقين ذيني مقارني في قبيليث يير الشغل يتقال لا ذي فافيس حق ربما كي يكون دنيا غلب ذا ما ينتقدو فلاح أسوس من أكو الدنيا لي فيلوسوف أسوس من خطر فلاحني فربتي تدوني ها سيني مسلاي سلامة سي الآية 105 من مقاصدها الإتقان. وقل اعملوا فسير الله عملكم مدام ضربي أغدئ وعد كل شيء إلا قد خدمين من زمر إلها نحسن من العمل بقدر الإمكان فسير الله عملكم إلى آخر الآية الحديث سلامة أن يتقنه استقبيليف يير الشغل يتقلى ذي فافيس المعنى يس ما تخدم الشغل يخص يتقال ذك يتقال ذي إلى قاسن عيوذ. وقيد الشرط إلا الشرط وايض تعاون مبدأ التعاون مهم صحيح ربي ندخل مثل الصلاح ولكن مدم سوى ربي جمذن الكمال لله أفوس ذكفوس ثعكم الزاين أتفسوس ربي ذي القرنين وتعاونوا على البر والتقوى معاونف فظلي ثلقا معاون في الناس أما كنس الدنيا غسق دي الدرس لك وتحضر حج وحدك أنت تحج مبروك عليك الحج ولكن وحدك صلى الله عليه وسلم شغل زير سيد زير المكة من بعد روح تخدم الطواف القدوم من غدا شو الطواف تخدم ضلوع عمره من بعد رجو يوم الترويه روح المينا من بعد روح عرفات وحدك من بعد عرفات وقفه عرفات وحدك ست وحشضه من بعد سي عرفات روح المزدلفه وحدك من بعد روح خدم شو قلقه تخدم ديننا صلاه المغرب والعشاء جمع التاخير وكذا وكذا الى اخره من بعد روح المينا من بعد قيم يومين تخدم ذا الرجم من بعد ميثك في ظنك قبل وراح تخدم اليوم العاشر من ذي الحجة طواف الإفاضة لا في درو تانية تيض وحدين تروح وراء توحشر الجمال العبادات في الجماعات الجمال للشارمين الساكن ذو رمضان ذي الحج ذي الصلاة لذلك قدر الله أن هؤلاء وقد يسمعون ذي الدنيث فين الهان أثنيس الشم ربي ذي الجنث أكني أنقروا جماعات جماعات. والآية تسلمثنت في أواخر الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء أما كني تسمعوا المثي الدنيف فيني الهان في الصلاح ربكني جازي الخير أتشم من الجنة جماعات جماعات أرنوياس أكون ديني كما في السورة نفسها مردين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فتفيد الفورية مع الترتيب إلى وين دين ربي ونعم أجر العاملين المعنى يس ربي سبحانه يستعرف سلع ثاف نوان
أكني قار أيني ثعت سفم ذي الدونيث أتغل ثم السا. آخر آية في الصورة سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش، تعوض الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أكذا ولن قالوا أردني نكي مولا الجنة فغجعل ربي سيسن أذحمذن ربي إمي لعثاف سن إفغر ثفاف إمي الصلاح سن يخدم ذي الدونيث أثغل ثن ذي لا خرف. إذن التعاون مهم في شعل تمسوتي السنسارة يوان ماشي يونو بومبيي نغيون برقازة تاتي السنسن خاطي أذ معاوناك كل يون فزمر ثيس أما ذي الفنية أما تفلح أما ذي القراية أما ذي العبادة أما كل الطاعات جميع الأعمال الصالحات حواجنت أفوس دك فوس. وثقي مسألة مهمة وذيك البركة وذيك الأحاديث الطاس من في صلى الله عليه وسلم أغيت توليه يرشدنا باش أنت معوان فين لن ظل الصلاح. يلا الشرط النظام مهم ذا شوث إلى قفنادم أذي سعو صفر وذي سعو النفس الطويل ولا قرى يستعجل النتيجة الثمرة خاطي ما تشيتي الزوذين قرنا شو بسيوني وفانتيد يفكيس الحشيشي يوفريش يقيم كثير تراجو ننسى شو تراجو ننسى تراجو غادي صحي خاطي خاطي تفكيس الحشيش نعم ماشي كان ساقي ارنو ياسر ارنو ياسر ماشي غادي كان دين استعجال الثمرة. وعلى بالكم تفغى العقل خي قرنا كيف الهضة العقل لو كانوا كيدي زوار الحمق ذيم كل شيء والله في جميع الأمور إث الهضة العقل أي غير العقل يفكيس ربي يزال أدي يسوى سدنا هضر فلس مليح أكثر من ألف مرة يهدي في ضربي في القرآن بوظائفه بوظائفه العقل حاجة كبيرة قرص مليح مليح العقل 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 لاقي سيسات خططض نعمة ثم قرآن روح سلعقل خين كيقر روح سلعقل ولا ذا أول استقبيط روح سلعقل ولا قرغي فغ العقل فقي مسألة مهمة لا نستعجل الثمرة دوسمون مي سيرمون روح سلعقل تصوضض دايما العبد ما يتحار سمحتي يزمرتي وثوكور ذيم كل شيء كل يوم ثوري يتصور يتخيل ذا شو زمرنا ذي ضرو يوم ما يلا يروح سلعقل نغي يستعجل الثمرة خاطئ شوية شوية يوث يوث مسيرة ألف ميل تبدأ بخطوة ولكن وين ذن يوفى وين ذن يوفى أن ديز ورول إذ بعث ضار اتبع ثضار وفي رواية إذ فري ثضار والمعنى واحد أن ديز ورول إذ بعث ضار أي غر خطر ذول ذنسيك زقويرن سمحتي يزور ولي غل الصلاح أتخذ مضل الصلاح. إلا الشرط الأخير أن قالوا ذا شوث أن يكون العمل خالصا لله خطر ذا ما إلا وثنغل الفرس الإخلاص يخص ذين مقارا الخلاص في الإخلاص السلاكان دايلا الفايدة ذي الإخلاص المعنى يستخدم مضي الشغلني إيوذ من ربي باش تفض يتوحرز ذي الآخر. الدليل
في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي تذرثي واكو ومماتي لله رب العالمين. يا ربي سبحانه باش اثنفا غير تراجو هي مهمة وإلى قارا ولون النغذ لغا خطر وين يخدم الصلاح يخدم الخير يزمر الحال سمحتي أتفضي ون يخدم الخير يخدم الخير المذيوب بسكني بقى على خير الخير السين ضيغر أشيني خدمة الخير أمني شطحني وذرغال وفي دري نارا وستعرف نارا الناس أرجو 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 روح صل عقلي يبالك يفغيك ربي لا جرس زيادة وش درينا الخير باش تصعود لا جرس زيادة حذر كيف العقل حذر استفض القرار أديني بقى على خير الخير اخدم للصلاح ألما ثم وفض يرنع لحسب تزمر فيه الإخلاص هي مهم جدا ما إلا نسعى ثقولة وننغ نزرعي ثقولة وننغ يحضر يذنغ نحضر يذس ورنعقو ورنفتشل أنكملك المديوس لجل النغ والأعمال الصالحة شاهدة يوم القيامة ورنظري من المرن جدوني ثقي لا ندري لا ندري والله يوندي نغ ما يزرى من المرن يروح مادام ونظري يرى ثقي أرغي السوضا باش نحرص على استثمار أوقاتنا في الصالحات وذا أنا عرض شو من زمر أنخدمي وذمر ربي باش العثاب النغياك مرة أثنغلث ذي لخرث ذي ثيارة نختم المجلس إن شاء الله صدعوا الخير يوجد ذي غيجان أرغان موثن نوجد ذي موثن سبا نظن الموثي والسبا ماشي ذي وث ألفل أسني عفو ربي أسني رزق ربي جنة الفردوس أثني جعل ربي مع النبيين أثني جعل ربي مع الصديقين أثني جعل ربي مع الشهداء أثني جعل ربي مع الصالحين وحسن إليك رفيقا إموظن أثني شفو ربي وكذا كي قرغان سلك الجرح نثني شفو ربي ان شاء الله عاجلنا اجلا كون ولكن مثلا ما كون يفكر ربي تزمرت نزمرت وكون يفكر ربي السر ذلي سر كون يفكر ربي ثلاثة السر ان شاء الله يتفغى ميقضى ان تقال ميقضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.